يبدو أن تأثير الفيسبوك لم يقتصر على العلاقات الشخصية بين الناس، فهو ها هو يصل إلى عالم الشعر والأدب، حيث وقع الشاعر والصحفي زاهر العريضي ديوانه الثاني أوفلاين، وذلك ضمن نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي استقاه من تجربته الشخصية مع الفيسبوك وتفاعله معه ومع أصدقائه على الإنترنت. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. عالم افتراضي مليء بالوجوه والتعليقات والنصوص الفكاهية والصور الكاريكاتورية. إنه تاريخ نرسمه بأنفسنا على الإنترنت حتى بات وسيلة مبتكرة لكتابة الشعر والنثر. وهذا ما فعله الشاعر زاهر العريضي في كتابه الجديد أوفلاين. فكرة الكتاب يعني شوي غريبة، وحتى الاسم أوفلاين هو يعني مصطلح خاص بموضوع الانترنت، وقررت اني انا نقول كل شيء داخل الشاشة، يعني الاشياء اللي بكتبها كانه على الفيسبوك او باي مكان داخل الشاشة حاولت اني انقلها بكتاب. فهيدي محاولة، يعني محاولة جديدة انا بعتبرها، ويمكن اول مرة بتصير. هي محاولة للنقاش لعدة اسباب. ممكن الناس يلي ما سنح له الفرصة انه يكونوا هن موجودين داخل الانترنت ما عم بيعرفوا شو عم بيصير، يمكن عم بوصلهم انا فكره، ويمكن كمان بالعكس انا يمكن عم بطرح اسئله كثيره، انه ممكن عن موضوع انه اين ستصبح اللغه، اين سيصبح هذا العالم. شات، تعليقات، صور وارقام، كلها تفاصيل رصدها زاهر بمفردات شعريه عصريه تعكس واقعا اجتماعيا جديدا نعيشه يوميا على صفحات الفيسبوك. انا عم بنقول تجربه، هيدي تجربه انفعال، تجربه شعور، تجربه شيء يومي بيصير معك بتحاول انت تعبري عنه، مرات تعبري عنه على الورقه، هلا المشكله نحن صرنا عم نعبر عنه داخل الشاشه. يعني حتى صارت الكتابه هي ما لنا كتابه انت بتروح بتكتبي بتقعدي ببيتك، هي كتابه تفاعليه، بيقول كل انسان يعلق تشارك الاخرين. المهم تحديد الأشياء والقيم يلي نحن عم نكتبها أو عم نعبر عنها. وعلى الرغم من وصول عدد مستخدمي الفيسبوك إلى 500 مليون شخص خلال النصف الأول من هذا العام، إلا أن هناك من هو متحفظ على اقتحام الفيسبوك لخصوصية حياتنا دون استئذان. أنا بعتبر الفيسبوك خلق لغة خاصة لمستخدمينه. ما بعرف قدي زاهر قدر تستفيد منها شعرياً، لأنه بعد الفيسبوك فجأة صار في كثير عبارات يمكن أجنبية تم تعريبها للعربية بس بطريقة مختلفة. بطل فيه، يعني ما بتحسي بطل فيه شيء برايفسي بشغلات معينة، يمكن صار الكل بيعرف كل شيء. فيسبوك والأدب والشعر لا يلتقيان، فيسبوك هو وسيلة للترفيه والتسلية، ما نحورها لمطرح تاني. يعني في صار متاح للجميع، يعني صاروا الجميع أدباء والجميع شعراء والجميع كتاب، وكلهم عندهم مواقع وكلهم عندهم ما يسمى بالجروبس. أما الأدباء المخضرمين فيرون الشعر فضاء مفتوحا للجميع، سواء في الكتب أو على صفحات الفيسبوك، طالما أنه يقدم مادة ثقافية مبتكرة. الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل أخرى إذا كان فيها بعض المفردات التي لا بد منها لتحسين القصيدة أو لإيصال القصيدة لا بأس أن تدخل في القصيدة. أما أن نحشر المفردات حشرا فقط لأنها متداولة في الفيسبوك أو متداولة في أي وسيلة اتصال أو تواصل أخرى، أنا ضد هذا الحشر الذي هو قسري وليس عفوي. أنا مؤمن بالتغيير، أنا مؤمن أنه الكتاب اللي قبل اللي كنت كاتبه الرحيل في جسد هو يختلف كليا عن أوفلاين، وهذا شيء طبيعي. هذا شيء لأنه أنا بتغير، أنا بتفاعل، أنا بشوف إشي جديد، أنا يعني بنظر لمستقبل، ربما اللغة تصير هيك. وممكن كمان في ناس بيقولوا لك لا، اللي عم بيصير هو عم تمس بقدسية اللغة، فهيدا كمان تركه أنا للحوار. أنا عم بخلق جدلية وإشكالية إنه في شيء عم بيصير هون أنا شايفه وعم بحاول أنقله.